مشاهدينا الأكارم، نتواصل وإياكم ونشكر الزميل سامح المدهون على هذا التقرير اللي وضعنا بأجواء شهر رمضان المبارك، وهذا الجزء المهم اللي هو شخصية المسحراتي اللي مثل ما ذكرنا قبل قليل لا يكتمل شهر رمضان بدون وجوده، وكأنه جزء لا يتجزأ من شهر رمضان كما ذكرت قبل قليل. ممكن تكون المنبهات موجودة ولكن ما راح نستغني عن هذه الشخصية اللي نحاول أنه نحتفظ بها إن شاء الله دائما. سوزان شفنا يعني عندهم فزي معين يلبسوه، هذا الطربوش يسموه الطربوش الاحمر، وياه عبر عن زيهم يعني محتفظين به مثل ما ذكرنا قبل قليل. يعني احنا شلون متوارثين هذه المساله؟ الاباء هالقد ما متعلقين بهذا الموضوع يبدون يورثون لابنائهم، فتلاحظين انه ينقل تقاليد. يعني زي حلو يعني صراحه ملفت للنظر ويعني يدعو للبهجه. الوان فرحه بالاضافه الى انه تبين التراث من خلال الزي، الزخارف الموجوده على الملابس كلها يعني خلينا نقول انه حاكيها بطريقه جيدة بحيث أنه تبين التراث التركي الخاص بالبلد الخاص بهم. نعم. أحسنتم. أيضا من الأمور اللي نحاول أنه نتمسك بها وأنه تكون أيضا جزء لا يتجزأ من شهر رمضان ونحافظ عليه، اللي هي مسألة التواصل والارتباط بين بين الأقرباء. نعم. في بعض الأحيان في بعض العوائل وبعض الشخصيات حسب احتكاكنا بهم هناك بعض المشاكل، بعض العلاقات اللي خلينا نقول مقطوعة، فسببت أنه بعض الأشخاص يتمنى لو أنه هذا الشخص يكون موجود ويكون هناك خلينا نقول تنعاد المياه الى مجاريها ويصلحون العلاقه. بعض الشخصيات خلينا نقول كان الفقد فقد مؤلم، ولو احنا ما نريد ندخل الحزن الى قلوبهم. صحيح. ولكن حسب التعليقات اللي راح نشوفها على الصفحه الرسميه لقناه كربلاء الفضائيه، اكثر التعليقات متاثرين بموضوع انه الفقد اللي خلينا نقول الوفاه بسبب الوفاه. نعم. فيتذكرون انه تلك الشخصيات اللي كانت موجوده معهم ويتمنون لو تكون موجوده في شهر رمضان. اكيد المبارك. يعني هو احنا صراحة سوزان ما نريد ننكد عليهم فرحة العيد، لكن للمتوفين واللي فقدناهم حق علينا انه نذكرهم، انه يعني نعبر عن مشاعرنا انه فعلا كنا حابين انه تكونون معنا. صار اكو فد فراغ في فقدهم هذا العام، خصوصا اللي هو يعني اول سنه تمر عليه بفقد شخص عزيز، تكون اصعب سنه ممكن انه نمر بها، يمكن السنوات اللاحقه ممكن تكون اهون. فان شاء الله يا رب يرحم كل اموات المسلمين والمسلمات، ويا رب ان شاء الله يكونون بصحه وعافيه، يعني الشمل دائما مجتمع على السفرة الرمضانية بحب وخير وعافية. إن شاء الله. أحسنتم. إذا مشاهدينا الأكارم، خلينا نتعرف على استطلاع للآراء أجراه لنا الزميل ماجد الأسدي حول هذا الموضوع، وما هو الشخص الذي كنت تتمنى أن يتواجد معك في شهر رمضان المبارك؟ أسعد الله صباحكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، وهذه جولة جديدة لبرنامج صباح كربلاء. سؤال التفاعل لهذا اليوم يقول: هل هناك شخص كنت تتمنى أن يتواجد معك في شهر رمضان هذا العام؟ تعالوا معي أحبتي المشاهدين لنستمع إلى بعض الآراء، ابقوا معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. نمر في هذا الشهر الفضيل نحن، وكل عام وكل يوم نلتقي ونلاقي أحبائنا من المؤمنين، فكل عام وكل فترة نفارق هؤلاء المحبين، محبين لنا أو محبين لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أو بالذات هم أهل البيت عليهم السلام في ذكراهم. فكيف يمكن أن نعوض هذا الفراق؟ الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات كريمة في كتابه المجيد، يقول: ممكن إذا فارقت أحد حبيبا أخا عزيزا إليك تقتدي به، يمكن أن تذكره في أمور كثيرة، منها قراءة الفاتحة إذا كان متوفيا، منها الثواب،
منها ذكره في زيارة، في صلاة، في غير ذلك. فهذه الأمور الله سبحانه وتعالى ما أراد أن يضيع من يموت. إحنا ما عندنا شيء إنسان يموت، وإنما ينتقل إلى عالم آخر وهو عالم الآخرة، ينهي حياته في الدنيا وفي الآخرة. والله أوصانا سبحانه وتعالى بذكر الأموات المحبين الأعزاء المؤمنين في هذه المناسبات، خصوصا في شهر رمضان المبارك، لأن الله سبحانه وتعالى فتح السماء وكان العبد في ضيافة الله في هذا الشهر. فكل شيء في هذا الشهر، خصوصا في الأيام التي الله سبحانه وتعالى فتح فيها السماء، وهي ليالي القدر. ليالي القدر الله سبحانه وتعالى جعل هنا فرصة لكل مؤمن ممكن أن يستفاد منها ويعوض ما فاته من أدعية، من طاعات، من أمور أخرى له ولغيره. بعض الأحيان في الروايات عن البيت عليه الصلاة والسلام يقول: هل يمكن للإنسان أن يدعو إلى غيره؟ نعم، تدعو لنفسك وتدعو لغيرك، تدعو لنفسك وتدعو لغيرك، سواء كان حيا أو ميتا في الدنيا أو في الآخرة. وهذه الأمور متترتبة علينا إن شاء الله، وفضله فضل الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا احنا كنا مجموعة من المؤمنين نحضر في حضرة الإمام الحسين عليه السلام دائما، ونقرأ الأدعية والقرآن والمحفل القرآني، وهذول راحوا إلى رحمة الله. فنسأل من الله والحسين وأهل البيت أن يغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته، ونسأل من الله على الجميع، وأول ما أنصح نفسي أن نركب في نهج الحسين عليه السلام، وأن نكون تراحم ما بيننا، وتكون مودة وفعل الخير للجميع. حقيقة يعني شهر عظيم، لياليه أعظم الليالي، ونتمنى كثير من المقربين، يعني الوالد الله يرحمه والوالدة أخي سعد الله يرحمه، كنا نتمنى أنه موجودين بهذه الأيام الفضيلة بالشهر الكريم. ندعونهم بالرحمة والمغفرة بجاه حرمة هذا الشهر الفضيل بحق محمد وآل محمد. إلى هنا أحبتي وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الصباحية، تقبلوا تحياتي، وهذه عودة للزميلات في الاستوديو.